خلينا ناخد هاتفيا الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية. دكتور مجدي صباح الخير يا فندم. صباح النور يا حبيبي. محتاجين يا فندم أرقام بشكل نهائي من حضرتك عن عدد المتوفين الضحايا وعدد المصابين لو سمحت. هو طبعا خالص عايز الأسر المتوفين، احنا امبارح كان في نهاية اليوم كنا بنتكلم عندنا 41 جثمان، كان تم نقل 36 جثمان من موقع الحادث متوفين، ودول اتنقلوا على مشارح سواء مشرحة قوم الدكة أو مشرحة راس الدين أو مشرحة صدر المعمورة، وكان في 5 حالات حالتهم خطرة تم نقلهم لمستشفى سموحة للطوارئ المستشفى الجامعي، ودول توفوا في المستشفى في استقبال المستشفى كده، يبقى الحصيلة 41. أهاليهم طبعا كان يعني المصاب جلال، وكان عفوا يا دكتور مجدي بس يعني الحصيلة النهائية 41 متوفي وليس 49؟ لا 41 متوفي. طيب يعني أتمنى بس على كل زملائنا من المواقع والصحف أرجوكوا تحري الدقة في الأعداد، يعني هي يعني نقلا عن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حتى هذه اللحظة العدد هو 41 متوفي وليس 49 متوفي. اتفضل يا دكتور. أنا بشكر حضرتك للرسالة الواضحة اللي سعادتك بتوجهيها. كان نفسنا نعمل أي حاجة تخفف من وطأة المصاب اللي الحدث على ذوي المتوفين، علشان في مكتب صحة بيبقى مكتب صحة واحد، طبعا ما كانش ينفع نقول للأهل تنقلوا من مكان لمكان علشان تبلغوا أو تحصلوا على شهادة الوفاة أو تنهوا الإجراءات. ارتقيت إن احنا نعمل مكاتب صحة ميدانية بجوار الجسامين، نعم. وده تم بالفعل. كمان تم التعرف على 31 جثمان من الجثامين اللي موجوده، على 30 جثمان من الجثامين الموجوده، تبقى 11 جثمان. ال 11 جثمان زي ما سعادتك بتقولي بدأنا نحط على موقع المحافظه وعلى موقع المديريه اوصاف اللي موجودين، سواء من ناحيه السن، سواء من ناحيه ذكر او انثى، سواء من ناحيه الملابس، علشان نسهل على الجثث الغير معلومه. كمان كان في تعليمات واضحه من السيد وزير الصحه لدار المصابين بالامس، نقل الجثامين لمحافظاتهم بالمجان عن طريق سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى. يمكن سعادتك اشرت لوجود الدكتوره غدا والي مع الوزير الصحه، وكان التوجه زي ما حضرتك بتقولي، لان كان النقل من موقع الحادث ما كناش نعرف مين تبع مين ومين قريب مين. بالظبط. كان النقل تم ب 65 سيارة إسعاف. طبعا. لما بدأنا نجمع البيانات والأسماء المعروفة والأسماء اللي في درجة وعي، بدأنا نجمعهم في مستشفى واحد وهي مستشفى الجمهورية الحالات. أنا عارفة إن في أب كمان بعتوا جابوا له بناته الاثنين من مستشفى تانية وجمعوهم مع بعض في أوضة واحدة تقريبا. يعني الحالات في البداية كانت في مستشفى راس الدين، وكانت في مستشفى أبو قير المركزي، وكانت في مستشفى جمال حمادة، وكانت في مستشفى الجمهورية، وكانت في مستشفى جمال عبد الناصر. تم تجميع ال5 حالات دول في مستشفى الجمهورية. الحالات الأخرى العسكرية عندنا كان فيها عدد من الحالات العسكريين، تم تجميعهم في مستشفى مصطفى كامل، لأن كان التعامل في مستشفى الشرطة كان فيه 16 حالة. جمعناهم ونقلناهم عندنا في وزارة الصحة. كان في حالات في المستشفى الإيطالي والمستشفى البحري. كمان يمكن السيد الأستاذ الدكتور أحمد عثمان، أنا كان في مداخلة، كان في حالات في مستشفى المير الجامعي ومستشفى سموحة للطوارئ. طب أنا ممكن معلش، ممكن إحنا شباب في وجود دكتور مجدي حجازي معانا، ممكن نتصل بالمواطنة اللي بعتت لنا امبارح مناشدة شيماء يا سارة لو سمحتي؟ معلش أنا عندي مناشدة يا دكتور بخصوص المستشفى الميري. المستشفى الميري الدكتور أحمد عثمان. الدكتور أحمد عثمان. أيوة. طب نحاول نعود الاتصال بيه مرة تانية. طب ما حضرتك برضو وكيل وزارة الصحة يا فندم، أنت وجودك يا جب يعني. لا طيب هنكلمه دلوقتي، هنتصل بالاثنين دلوقتي. حاضر. التعليم العام. طيب دلوقتي احنا عندنا 41 متوفى، ابدا الاعداد النهائيه 132 مصاب. 132 مصاب. متوقع خروج ما يزيد عن نصفهم في خلال الساعات القليله القادمه، يعني فيما لا يزيد عن من 24 ساعه. طيب. 48 ساعه. بخصوص انه في جثتين عباره عن اشلاء، فمش عارفين حتى نتعرف عليهم. الجثث الاشلاء يا فندم قد تكون بقايا من جثث اخرى كبيره وليست جثث منفرده،
وقد تكون جثث منفرده. اللي بيحدد ده بس بعد يعني ايه يا فندم قد تكون جثث منفرده او بقايا؟ يعني قد يكون الاشلاء جزء، يعني مش عايز اوصف علشان ما نأذيش اهالي المصابين والمتوفين، قد يكون جزء مفهوم. من جثمان فتكون الاشلاء مفهوم. جزء. مفهوم. بشكرك دكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية. احنا هنحاول